قد جاء في الأخبار أن الله يمثل القرآن يوم القيامة فيبدو شخصا أمام كل من وصل إليه القرآن، فإن كان ممن عظمه واتبعه كان محاجا عنه ومجادلا، يقول يا ربي هذا قام بحقي وامتثل أمري وترك نهي، فيجادل عنه في كل موقف من مواقف القيامة حتى يدخل به إلى الجنة ويوضعه على السرير ويسقيه من شراب الجنة. ومن كان قد ضيع شأن القرآن وأهمله وخالفه يقف القرآن يقول يا ربي أنا خصم هذا، إنه عرفني وقرأني ولم يمتثل أمري ولم يجتنب زجري وخالفني، فيقال شأنك به، فيأخذه ويزج به إلى النار لا يتركه حتى يوقعه في النار، أجارنا الله من ذلك.